اول مره التقي بيه تقريبا، ما شفتوش قبل كده وما تقابلناش، بس خلوني اقول لكم انطباعي قبل ما نستقبله ونسلم عليه. هو واضح جدا ان احنا هيبقى عندنا فنان موهوب جدا، عنده كاريزمته الخاصه جدا في الدخله وفي الطلعه، متواضع جدا، واضح ان الدنيا بهدلته وما سابتش حته فيه ما سابتش حته فيه ثابته او كامله من ساعه ما يكون معانا الفنان علي صبحي. اهلا وسهلا بك. اهلا يا استاذ مفيد. يعني ما بهدلتوش قوي برضه، يعني لسه في حتت، فيك حته لسه في حتت كويسه ما تقلقيش. بنجد تحيه مره تانية لكل المشاهدين ونجمنا الجميل علي، وسعداء بوجودك جدا. 2016 علي كان في حته تانية بياخد جايزه احسن ممثل وعامل فيلم بطوله و و و ايه اللي حصل؟ يعني انت فين من 2016 لحد ما شفناك تحت الوصايه؟ بس انت سينما وافضل ممثل وقصه. يعني انا بسال نفس السؤال الصراحه طول الوقت. يعني لا، هو الحقيقه انه يعني انا مؤمن انه كل حد بياخد رزقه، وكل حد بيجي الوقت اللي يشتغل فيه بالشكل المناسب. انا من 2016 يعني، او قبل حتى 2016، ما ببطلش شغل، بشتغل، بس بشتغل مسرح اكتر. عندي فرقه مسرح كنت عضو فيها، يعني اسمها قوطه حمراء، مش عارف سمعتوا عنها ولا لا، هي بتاعت كلاون، مسرح شارع وكذا. فكنت طول الوقت عندي مشاريع بتحصل، والصراحه يعني ما كانش عندي القصه بتاعت انه انا لازم اشتغل كتير 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 كتير، ولكن انا بفضل ان انا اشتغل حاجات ذات قيمه. يعني عشان كده يمكن بالظبط، عشان كده يمكن ما بشتغلش حاجات انا مستوقفه تجربه مسرح قوطه ومسرح شارع. صحيح. لان انا عمري ما اسمع، يعني انا اكيد عارفه ان في تجارب زي كده، بس انا عمري ما قابلت حد عنده التجربه دي. ايه اللي خلاك تعمل نوعيه المسرح مسرح شارع؟ لازم نفهم الناس ان ده معناه ان انت بتطلع بتضحك الناس، بيبقى في الشارع بتعمله. انا بدات تجربه مسرح الشارع تحديدا 2001 مع فريق حاله المسرح الشارع، واتطورت الموضوع لانه بعد كده بقينا نعمل كلاون وعروض سيرك في الشارع. الفكره هي استخدام الاماكن العامه في الترفيه عن الناس، تحديدا الناس اللي ما عندهمش رفاهيه ان هم يروحوا يتفرجوا على عروض مسرح. يعني احنا مؤمنين انه المسرح مهم جدا الناس تتفرج عليه لايف، مش يعني في التلفزيون. الصوره هي موجوده. يعني انت بتبقى موجود في مكان كده عشوائي، ولا بتبقى الناس عارفه ان انتوا هتبقوا موجودين؟ لا، ما حدش بيبقى عارف من اهل المنطقه مثلا. لا، ما حدش بيبقى عارف، هم بيتفاجئوا بوجودنا. بس بيبقى في تنظيم مع مثلا حد من الاهالي، حد من في بنشتغل ساعات مع جمعيات اهليه، مع مراكز شباب، مع حتى جمعيات دوليه. يعني ف اكيد انت بتبقى مستمتع جدا وانت بتعمل القصه دي. جدا. انا بالنسبه لي المسرح هو، يعني انا طول الوقت بقول يعني انه المسرح نجاني، فانا طول الوقت ببقى عايزه. نجاك من ايه يا علي؟ نجاني من حاجات كتير الصراحه. يعني ايه بقى؟ تحديدا العنف. تحديدا يعني انت بالحجم ده بينفع تبقى عنيف؟ كان ينفع طبعا ابقى عنيف، كان ينفع جدا لو كنت انساقت ورا العنف ده واستسلمت، ولكن وجودي في المسرح خلاني افكر بطريقه تانية. يعني كان دايما مواجهه العنف انك تبقى عنيف زيه، ولكن بقى في طرق تانية اتعلمتها من خلال المسرح اني ما انساقش ورا العنف. انت كتبت بوست واتقلبت عليك الدنيا في موضوع العنف ده، ان انت وجهت ان انت طالع من حي شعبي قوي جامد ليه خصوصيه. صحيح. وبعدين اتكلمت عن العنف، ان هو دي طبيعه هذا المجتمع او هذا الحي. مش طبيعة بس الحي ده، طبيعة أحياء كتير في مصر كتير جدا، حتى منها أحياء يعني مش عشوائية ومش شعبية. يعني أنت كان والدك ووالدتك بيشتغلوا إيه؟ والدي كان موظف في الدولة، ووالدتي ما كانتش بتشتغل. ليك إخوات؟ كام ولد كتير. خمسة. يعني خمسة. كلنا خمسة. كلكم؟ أنا أصغر واحد. أنت أصغر واحد. الحياة ما كانتش سهلة. طبعا الحياه ما كانتش سهله، بس بالنسبه لنا احنا كانت الحياه تمام. يعني انا بس كنت مختلف شويه عن اهلي. اشقى كنت طفل شقي جدا، وما هم يعني تعبوا معايا شويه لغايه ما موضوع المسرح ده ظبط الدنيا يعني.